فانا النهارده لقيت فجاه كل شغلي بيتعمل مهرجانات طب اعمل ايه ما عنديش حل حل عشان تيجي لي بقى فالطعم جيب لا ازاي وقت حبيبي شيل المهرجانات اتشالت لا اقسم بالله اتشالت شال انا مش عايز اقول بس المهرجانات طلعت تبع ايه وتبع مين واسكت يعني خلاص انت وانت قلت قبل كده بس ده بيخليني اقعد افكر انت خدت لفه بعيد طبعًا. عشان توصل للنقطه دي طبعا يعني وعشان الهدف... كل من تسول له نفسه ان ياخد لحر من عمرو مصطفى يفكر ألف مره ألف مره ده غير ان انا حط التنازلات حط قانوني لان انا اتاذيت في حق الادبي حتى لو اتشالت او ما اتشالتش هبطلها لها لانها باعت كمان انا ماضي لشركه مصريه وحقوقها مصريه اتبعت م. لشركه تانية خارج مصر بعت الحقوق اللي بتوع المهرجانات طيب هي يعني اللي بتاخد الكوبي رايت التنازلات ولازم اخد تعويض النهارده الاغنيه اللي اتشالت دي عامله 32 مليون فيو في يعني 32 الف دولار بكام الدولار النهارده انا عايز الفلوس دي والتعويض بتاعها في المركز يقول 31 بالظبط يبقى انا اخد فلوسي وحقوق بتاعتها وهتبرع بيهم كلهم لتحيا مصر اهو من خلال برنامجك وهاخدهم هتبرع بيهم لبلدي اهو هو انت تعملها انا متاكد من ذلك يعني لا هاخدهم وهتبرع على... بيهم لبلدي من خلال برنامجك اي تعويض هيجي من الاغاني دي المهرجانات اللي اتعملت انا هاخدهم واتبرع بيهم لبلدي بس حقوقي ترجع بتاعت اغانية